لكن بفترة ليست ببعيدة اكتشفت جوجل بأن شراءها لشركة موتورولا في الحقيقة هو أكبر قالب أو أكبر مقلب وفخ وقعت فيه. اكتشفت شركة جوجل أنها اشترت شركة ميتة. أوكي اضغط لايك. عائلة مساحة يا أهلا. قبل 11 شهر من الآن أي تقريبا سنة نشرت فيديو تكلمت فيه عن الغلطة التي قتلت شركة نوكيا، وهذه الحلقة فاقت 1,000,000 مشاهدة، وتكلمت عن بداية شركة نوكيا وكيف استطاعت أن تحكم سوق الهواتف لمدة طويلة من الزمن، ولكن في النهاية انهارت بطريقة دراماتيكية. سأترك لكم فيديو انهيار شركة نوكيا في الوصف أسفل الفيديو لتشاهده من بعد. لكن في هذه الحلقة لدينا شركة عملاقة أخرى صعدت صعود صاروخي وانهارت ولم يعد أي أحد يسمع عنها أي شيء، وهي شركة موتورولا. سأعطيكم قصة صعود شركة موتورولا وانهيارها، ولكن قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك، نوصل الفيديو 100,000 لايك وتشترك، ولا تكن مثل الأصدقاء الذين يشاهدون ولا يشتركون. يلا نبدأ. We got company. Yes, I know. There's no success in this or any other business that doesn't begin with ambition and effort. As a company, we're ambitious. We're not satisfied to be second or third. بول كالفن هو مؤسس شركة موتورولا الأمريكية، مولود في سنة 1895 وبالضبط في ولاية إلينوي الأمريكية. سنة 1928 قام بول بالتعاون مع أخيه جوزيف لشراء شركة، صادف أن هذه الشركة أعلنت إفلاسها بالكامل وعليه لم يدفع الكثير من المال فيها. كان اسم الشركة هو Stewart Storage Battery Company. بعد ذلك غير اسمها إلى كالفن للتصنيع برأس مال لا يتجاوز $600، مجموع ثمن المعدات التي فيها لا يتجاوز $800. وكانت شركتهما الصغيرة في البداية لا تضم إلا 5 موظفين في شيكاغو. مجموع رواتبهم في الأسبوع الأول كان $63 أمريكي. كانت الشركة في بدايتها الأولى تقوم بتصنيع أجهزة الراديو التي تعمل بالبطارية عوض الكهرباء، ثم تطور الأمر ليبدأ في صنع راديو خاص للشرطة الأمريكية، وطبعا راديو نقال. وبالفعل بدأوا يحققون بعض النجاح حيث تمكنوا من الوصول لمبيعات وصلت ل $256,287 نهاية العام 1930. طبعا أعجبهم العمل لصالح الشرطة الأمريكية، فقررا أن يقوما بصنع أول جهاز لاسلكي للقوات الحربية الأمريكية، وهذا الجهاز كان له فضل كبير على القوات الأمريكية في الحرب العالمية الثانية. بعد سنوات قرر بول كالفن بأن يقوم بالدخول للميدان المدني، قرر أن يبدأ بصنع أجهزة لعامة الناس، وأول شيء فكر في فعله هو أن يقوم بتغيير اسم الشركة لموتورولا، وذلك كان سنة 1946. وهذه الشركة هي التي ستصبح واحدة من أقدم شركات التكنولوجيا في العالم وصاحبة اختراعات كثيرة غيرت مجرى حياة الناس. وكانت بداية موتورولا قريبة جدا من بداية نوكيا، بل كانتا تتنافسان على السوق لمدة طويلة من الزمن في مجال الهواتف. المعلومة الغريبة التي قد لا يعرفها الكثير من الناس، وهي أن شركة موتورولا هي أول شركة في العالم تصنع هاتف خلوي، أي أن الأب الروحي للهواتف الخلوية هي موتورولا. والشخص الذي صنع واخترع هذا الهاتف اسمه مارتن كوبر، وكان نائب رئيس شركة موتورولا في نيويورك، وهذا في سنة 1973. وانتظرت موتورولا حوالي 10 سنوات لتقرر أخيرا إطلاقه في الأسواق. كان الهاتف شيء مميز وفريد واختراع فجر الصحافة وبرامج التلفاز وأصبح حديث الساعة وحلم للكثير من الناس. كان اسم الهاتف هو موتورولا دايناتاك، وصل سعره في ذلك الوقت $4,000 أمريكي، أي 4 أضعاف سعر آيفون إكس الآن. في 13 إبريل سنة 1973 تم إجراء أول مكالمة بهاتف خلوي في تاريخ. المكالمة كانت فعلا لحظة تاريخية، وكانت بعد عقد شركة موتورولا مؤتمر صحفي لتقوم بتقديم الهاتف الجديد الذي سيحدث نقلة أو قفزة كبيرة في تاريخ البشرية. كان ذلك المؤتمر منعقد في فندق هيلتون في نيويورك، حيث قام كوبر باستعمال هاتف موتورولا دايناتاك المحمول ليتصل بجويل أنجل، وهو المهندس العامل في شركة AT&TS المنافسة لشركة موتورولا، وقال في المكالمة عبارة
أتصل بكم لمعرفة إذا كان صوتي مسموعا بوضوح لديكم أم لا. وتم تخليد ذلك اليوم بوسائل الإعلام التي كانت حاضرة لتقوم بنقل ذلك الحدث. موتورولا دايناتاك نزل للسوق سنة 1983 تحت اسم دايناتاك 8000X، ولك أن تتخيل صديقي بأن وزن ذلك الهاتف في ذلك الوقت كان كيلوغرام كامل، وكان طوله 23 سنتيمتر، وسعره كان يصل $4,000 أمريكي. ولا تنسى بأن سعر الدولار الأمريكي في ذلك الوقت كان أكبر من سعره الآن، أي نستطيع أن نقول بأنه ثمن ذلك الهاتف بالدولار الآن حوالي $10,000. وكان يحتاج لعشر ساعات كاملة متواصلة لكي يتم شحنه بالكامل، وذلك فقط لكي تتمكن من التكلم به لمدة 35 دقيقة. يقول كوبر مخترع هذا الهاتف: كنت أتحدث وأتقدم نحو الشارع حتى كادت أن تصدمني سيارة. وقال بأن الناس كانوا ينظرون إليه في استغراب وفضول، حيث كان يمشي في الشوارع وهو يحمل هاتف موتورولا. كان كل الناس ينظرون إليه في نيويورك، كان هو الشخص الوحيد في العالم الذي يستعمل الهاتف الخلوي. بالمناسبة، هاتف دايناتاك كان مثله مثل أول كمبيوتر، لم يستطع شراءه إلا السياسيين ورجال الأعمال والأثرياء، والشخص الذي كان يمتلكه كان يعتبر شخص غني وذو قامة. ومن المعلومات الغريبة الأخرى عن شركة موتورولا، وهي أنه في 16 يوليو عام 1969 انطلق رواد الفضاء الأمريكيين وهم نيل أرمسترونغ ومايكل كولينز وإدوين بيز ألدرين في رحلة أبولو 11 التاريخية التي سيكون اتجاهها القمر، حيث سيقطعون مسافة 225,623 ميل ليصلوا للقمر. وحين وصلوا نزل نيل أرمسترونغ لسطح القمر ليقول الجملة الشهيرة التي خلدها التاريخ: هبط النسر، هذه خطوة صغيرة بالنسبة للإنسان وقفزة كبيرة للبشرية. المعلومة هي أن موتورولا كانت الشركة التي قامت بصنع الراديو الذي نقل تلك الكلمة من القمر للأرض. وبما أنه شيء تاريخي بالنسبة لشركة موتورولا وتشريف لها، قامت سنة 2009 بصنع هاتف غريب جدا، وتصميم الهاتف كان على شكل قدم إنسان نسبة لأول قدم إنسان تنزل على سطح القمر. موتورولا لم تصنع فقط الهواتف رغم أنها مرتبطة في أذهان الناس بأنها شركة للهواتف، لكن في الحقيقة الهواتف تشكل نسبة 40% فقط من منتجات موتورولا، و60% الأخرى هي عبارة عن منتجات تقنية منها الهاردوير وإكسسوارات الكمبيوتر والراديو ومجال التقنية والاتصالات بكل أنواعها. وكان أول شيء تبدأ الشركة في صنعه أساسا ليس الهواتف بل الراديو، وأيضا كانت تصنع أجهزة اللاسلكي الذي تستعمله الشرطة. سنة 2004 كانت شركة موتورولا على موعد مع نجاح باهر لم تتخيله حتى الشركة نفسها. النجاح هو أحد هواتفها الذي انتشر في العالم انتشار رهيب، وهذا الهاتف هو موتورولا ريزر في 3. نزل هذا الهاتف في السوق سنة 2004. كان هاتف ريزر في 3 طفرة بكل المقاييس وقتها، كان هاتف يحلم الجميع بامتلاكه، هاتف أنيق عملي متطور، حجمه صغير وزنه خفيف، له ألوان متعددة وفيه كل ما تتمنى. وبالفعل في تلك الفترة كانت نوكيا هي الحاكمة للسوق بدون أي منازع، ولكن بهذا الهاتف استطاعت موتورولا أن تنافس وتهزم نوكيا لأول مرة. كان الجميع يريد شراءه لدرجة أن مبيعاته وصلت ل 130 مليون مبيعة، وإيراداته وصلت لملايين الدولارات، وأصبحت إعلانات هاتف ريزر في 3 في كل مكان، في الجرائد، في المجلات، وحتى في الأفلام ونشرات الأخبار، وكانت إعلاناته تملأ كل مكان. الشيء المحزن في الأمر هو أن لكل بداية نهاية، ولكل شركة عملاقة نهاية قريبة إذا لم تتطور. أي شركة لا تسير مع تيار السوق ستفشل، ولن يرحمها الناس أبدا، تماما كما حصل مع نوكيا. في هذا الوقت المستخدم والزبون هو الحاكم، وهو من له القرار الأخير، والشركة يجب أن ترضي المستخدمين بكل الوسائل. موتورولا لم تتمكن من ذلك، لم تستطع أن تتماشى مع التطور، وبقيت حبيسة للهواتف القديمة والأنظمة القديمة، بينما الشركات الأخرى نافستها وفازت عليها، بل حفرت قبرها ودفنتها. لم تستطع موتورولا أن تجاري السوق، ففشلت فشل ذريع، إلى أن جاءت سنة 2012، السنة التي سيتم فيها دق آخر مسمار في نعش شركة موتورولا، وهي أن شركة جوجل قامت بشرائها. اشترتها بمبلغ 12.5 مليار دولار، لكن بفترة ليست ببعيدة
اكتشفت جوجل بأن شراءها لشركة موتورولا في الحقيقة هو أكبر قالب أو أكبر مقلب وفخ وقعت فيه. اكتشفت شركة جوجل أنها اشترت شركة ميتة، رغم أنها حاولت أن تقوم بإعادة إحيائها إلا أنها كانت تنهض وتسقط، أصبحت كالبقرة التي لم يعد فيها ولا نقطة حليب. كانت موتورولا فعلا ميتة، لم يعد ينفع معها أي دواء أو أي ترياق. فقامت شركة جوجل باتخاذ قرار نهائي، وهو أن تقوم ببيع موتورولا. لكن المفاجأة هي أن جوجل في البداية اشترتها ب 12.5 مليار دولار، وعندما باعتها ب 3 مليارات دولار. والشركة التي اشترتها هي شركة لينوفو الصينية. قصة سقوط موتورولا والكثير من الشركات الأخرى، في الحقيقة هذه القصص فيها عبرة، والعبرة بسيطة، أن من لا يتطور سيموت وسيفشل وسيسقط ولن يرحمه أي أحد. بالمناسبة لا تغلق الفيديو، لا تنسى تشوف هاتين الحلقتين ستعجبك. يلا peace.